في إطار حرص الدولة على تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 14 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لتونس والمغرب والكويت والجزائر. يأتي الإصدار تماشيا مع استراتيجية الوزارة لدعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا. شاركت مصر ممثلة في وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في جلسة رسائل من الأقاليم الجغرافية المنعقدة ضمن فعالية المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وخلال الجلسة استعرضت وزيرة التخطيط التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كوفيد-19، مشيرة إلى أن الظروف التي يشهدها العالم مع الجائحة وبالإضافة إلى المشهد الدولي الحالي من حالة عدم اليقين والاضطرابات في الأنشطة الاقتصادية لها آثار بالغة على الدول، موضحة أهمية مثل تلك المناقشات من أجل زيادة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقرا في مصر، ومن خلال الحد من معدلة الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين. تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال عددا من مواقف السيرفيس لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، من بينها موقف عبد المنعم رياض والألف مسكن. وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة عادلة رعي فيها مصلحة المواطن والسائق، مشيرا إلى أن الارتفاعات كانت طفيفة وجاءت لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية. وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالاطلاع على التعريفة الجديدة عبر اللوحات المنتشرة في كافة المواقف لمعرفة قيمتها الجديدة لمنع استغلالهم، مشيرا إلى أن الزيادات في أغلب خطوط عبد المنعم رياض لم تتجاوز 25 قرشا. تفقد نائب محافظ شمال سيناء هشام الخولي محطات الوقود والموقف العام بالعريش للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وأكد الخولي على التزام السائقين على مختلف خطوط السفر بتعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها المحافظة بعد ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفي أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 1.2%، حيث سجلت أوقية الذهب 1713 دولارا. أما على المستوى المحلي فقد رجع الذهب 10 جنيهات على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي، مما انعكس على أسعار الذهب في مصر، وسجل عيار 18 نحو 848 جنيها، في حين لمس عيار 21 سعر وصل إلى 990 جنيها، ووصل سعر عيار 24 اليوم إلى 1133 جنيها، في حين وصل وسجل الجنيه الذهب صار وصل إلى 7920 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة إلى أسواق النفط العالمية، حيث أنهى النفط الخام تعاملاته على تراجع، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت في آخر التداولات الرسمية بنسبة 2.1%، ووصل السعر إلى 99 دولارا و37 سنتا للبرميل. وأيضا انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.15%، ووصل السعر اليوم إلى 95 دولارا و93 سنتا للبرميل. وفي المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.31%، ووصل السعر إلى 3.91 دولارات لكل لتر. وأيضا امتدت الارتفاعات للغاز الطبيعي وارتفع بنسبة 4.68%، ووصل السعر إلى 8.32 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج فيما تبددت المكاسب التي حققها المؤشر السعودي هذا العام حتى الآن، في الوقت الذي دعمت فيه بيانات التضخم في الولايات المتحدة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة. ونزل المؤشر الرئيسي بالسعودية 1.1%، مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر، ومتأثرا بهبوط سهم ريتال للتطوير العمراني 1%، وسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
بكم 8%. هذا وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.3%، مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.4%، والسهم القيادي لشركة إعمار العقارية 2.4%. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وذلك بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا 1% مع تزايد خطر انهيار الحكومة، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3%، وكان المؤشر قد انخفض 1% أمس بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس، والتي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدينا، عودة مرة أخرى إلى يوسف عبدين ورغد أبو ليلى، إليكم. شكرا لك يا آية.